بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. درسي إنه ما أنت وحكب اللابنا آيات لحذن يكوبات سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى وحوليه: وإذ قلنا، أي واذكر حس أو شيك، إذ وقت قلنا أنري للملائكة ملائكة أنري أسجدوا سجود ملائكة لآدم آدم أسجود، فسجدوا ويسجود مرك ملائكة إلا إبليس، لكن إبليس وأوديد إنه سجود. قال وحوني لي أسجد موحن أسجود لمن عد خلقت آد أبورت إلهي طينا حال روبيهي، أما من طين روبأت كأبورتي. وحن كسا قد جرني تفسير كي سورة دي إهات سورة الإسراء، ماشان وحن كقود قلينا وحكو سابسان نبي آدم عليه الصلاة والسلام إلهي مركو أبوري إيه أو ملائكة يرؤو سجودة إيه وحي دعي ضدكو وحي كسو جيدان آدم عليه الصلاة والسلام. آدم نوحا لغا أبوري عيد يعرى لغا أبوري، مركي عيد يعرى آدم لغا أبوري نفتنا لقلي أيا إلهي سبحانه وتعالى ملائكة سمدة دقنيت ووحو يرؤو حد سجودان نبي آدم عليه الصلاة والسلام. نبي آدم أحد إلهي أو فضلي أو كرامي أيوه فضل جيسا سي ملائكة الله تصو أيا ليري كسو لويه سجود أو سجودان سجود سي علماء قال وحي إنهان سجود التحية أي إهاد وحي إهاد مد لغو سلام أي نبي آدم عليه الصلاة والسلام قارنا وحي إنهان مد فالك لولك لديها هي إهاد، لكن إلهي سبحانه وتعالى واقس أو قراضي كدبنا ولا نسخي او ولا ديدي ان عيد مخلوقه لو سجودو ملائكتنا وحا كو دخ جيري او دخ جوغي او ترسيغا غود او ملائكتا كاترسنا، لكن حقيقه ملائكتا كميده هين ابليس. مركي الهي او يري سبحانه وتعالى ملائك او ابليس كو دخ جيرو او سجود النبي ادم عليه الصلاه والسلام ابليس سنك ايو كتاغي سجود ادم عليه الصلاه والسلام او سجود له وحنا يري ما قبطو الهي يو inaan u sujuudo cid aad dhooba ka abuurtay adoo aniga iga abuuray dab iga abuuray. Ciddan waa ka fadli badanahay, aadam waa ka fiicanahay, waa ka khayr badanahay inaan u sujuudahay marka sharaftay maahanu. Ilaahayna subxaana wa tacaala ibliis waa u carooday waana uu ceyriyey, shay la fogeeyana waa laga dhigay maalintaas laga bilaabo. Ilaahayna lacnadiisii ayuu ibliis ku dul riday, ibliisna wuxuu ka qaaday meeshaas colaad oo u qabo آدم عليه الصلاة والسلام يعروتيسا نارا يبولو حفتنا وأبولو حفتي وأغدارت إلهي قصدي نوع عاسيت أي وحكا ميدا ماشا نوغو الشاق إلهي مركو حويري وإذ قلنا أي وذكر حس أو الشاق نبي محمد إذ وقت قلنا آنري للملائكة ملائكة أنونري أسجدوا سجودا لآدم آدم عليه الصلاة والسلام السجود ننك ليرا آدم وبشركا يددك أبهود أسجودا كدب محاد عاي فسجدوا ويسجودين ملائكتي أي إلهي سبحانه وتعالى أمرك إلهي واقعته جب أي سجود لرده إلا إبليس. إبليس موي إبليس هو سجود الديد ملائكتنا كبد مهانين حقيقة ووحو أها وح لقاء أبو ري دب لقاء أبو ري سيا صوبة أو شاق ملائكتنا وح لقاء أبو ري افتين ينور لقاء أبو ري إلهينا سبحانه وتعالى سيدا نوع إما دونتا سو إبليس يحمانتي سكور رمائي سجود الآن تيسي مركو وح كساب سنكور رمائي إلهي وحوري كان من الجن ففسق عن أمر ربي وحو كتر سناي قول هذا جني قاعد أيو كتر سنا إلهي سبحانه وتعالى أمر يسي يا أمر كيسي قادة شدي سينا وأوكبحي، لكن هدر وحو لحت جوغا ملائكتي وأنا كتر سيا ملائكت ميلو مركز لحت جوغي سمضوا لده قناة إلهي مركو حوري فسجدوا ويسجود الملائكتي إلا إبليس. إبليس موي قال مركو حوري إبليس مركي اللي يرمحا أسجود ويس أسجد إلهي يوم السجود لمن عدمي أن أسجود خلقت آد أبورتي طينا من طين وبأت كأبورتي إما قبت إلهي تاس أنا كفضل بضان عدا دي وحلو سجود أنا يوم اللي سجود مركي لي ورمها أبديد إن أسجود عدي آن أبوري أم وليبا كو كرامي إن كو أبورو لبدي ذا قعموت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يا إلهي والإبليس محاكو ديدي وكهور استاغي إن أسجود عدي أن لبدي ذا قعمت كو أبوري وآدم عليه الصلاة والسلام كد مركو حويري أسجد ما سجود إلهي
سينو سجودا لمن عيد خلقت آد أبورتي طينا حالو دوبيها أما من طين دوبا أتكا أبورت أدو دب إيقا أبوري أنيقا. قال وحوي المركي إبليس إبليس أوركي سيوت أرأيتك إيقا ورن إلهيو هذا الذي متكان إيقا ورن كرمت آد كرامي دوت فضيشي علي أنيقا إيقا كرامي دي ود إيقا فضيش إيقا ورن محوي محو مدنية لئن أخرتني والله لئن أخرتني هذا دب إدكتو إلى يوم القيامة إلى قيامها لقى قارايو لأحتني كنا وأن لنصنا أو وباديينا هو ضفصنا ذريته عروتيس إلا قليلا وحي الموي إبليس مركو سجود ديد ونبي آدم سجود يا عليه الصلاة والسلام أي إلهي سبحانه وتعالى اللعنة دي إبليس مركا ما شاس حكا قاضي عري حناق إلهينا موافجين إنو توبك إنو إلهي والله وحو باللابي إنو إلهي لمر ما سبحانه وتعالى وحو باللابي إنو باضل كي وحمانتي كبير كي أو كسي دح جيرو أو كسي دح فقادو مركاسو وحو يري أرأيتك إيغا ورن إلهي هذا متكان إيغا ورن الذي متكا سو كرمت آت كرامي دي أو آت فضيشي أو آت سرمري دي علي أني كركي آت كسرمري دي متكان أدلي هذا أسجود هذا أسجودي ويان آدي لعنا دي محو قلا محو استاهلا كدمنا دارو أسلك رجيح وحول الله إن أخرتني والله إلا إن أخرتني هذا دب يدكتو والعمر جاي قد يريدوت جارسيدو إلى يوم القيامة إلى قيامها لجا جارايو أو أنت إلما آدن وحكنو لهن آد نفط وباقي يشو لا أحتني كنا وأنضف سنة وهو أن لمنا هو لون سنة هو لون سنة ذريته كان عروتيس إلا قليلا وحي رد أذو بدبادني أو إجاب حصد موي أنت كلا لكن بلا وحنكو قاضي إنام باب إيو وان هلاجو oo aan lumiyo hadii laakin waa hadaad ii ballan qaado ina nafta igu baaqi yeelayso inta ayaga wax ka nool yihiin ilaahayna subhanahu wa ta'ala arintii oo ballan qaado kadibna alla wuxuu yiri idhab tak ibliisu faman tabi'aka cidi ku raacdo oo minhum ayaga kamida fa inna jahannama naarta jahannamu ayaa jazaa'ukum amal markiinu u yahay waa laydinku amaal marina naarta jahannamu jazaa'an amaal mar oo mawfuran la dhameystira laydinku amaal marina ilaahay subhanahu wa ta'ala إبليس مركو عطسدي إن دي بلور ديغو أو عمر جيسا لديريو أو إنت إلما آدم وحكنو ليهين أن نفتا لغا قادين إلهي أرهن تاسو أبالن قادة إبليس كدي من واحد الله شاق إبليس أساق إي عيد والبو دوف صدو إنا ينقود دونان حابادا نار تجهنم إنا ينقود دونان أو عيد دي إبليس راعدا سيدا إبليس أو عذابا هوكلا إي عذابت إلهي أو إبليس عذابا إن أيغانا إلهي سبحانه وتعالى وكو عذابا يا إلهي الشاق إلهي مركو حويري قال إلهي وحويري اذهب تك وصع والي ذاتهي فمن تبعك عدي كرعضة ومنهم إلما آذن كمذا فإن جهنم نار جهنم أيا جزاؤكم أما المركي نأهاتي أديق يا أيا قبا أهل نار أصلا نغيسي جزاء وحالا يذنكو أما المرينا جهنم جزاء أما المرء موفورا رميسترا أبوحا وحي آد قلب ساتين ورميسترا وحبا لقد نمتارين أيا اللي ذين بيقى مالين تقيا واستفزيز كعنا أو سنبرحي من عد استطعت آد أود ومنهم أيها كميدة إن سنبرحي ذو وإلما آدم كميدة بصوتك لو قادك سنبرحي وأجلب كو قيلي عليهم دشو ذا إلما آدم كركو ذا كو قيلي بخيلك فردولي ذا ذا كل قيلي إيو رجيلك يعيد ماذا لقته الله ذا وشاركهم كل شركو أولو ذاك في الأموال حوله إيو الأولاد عرورت الله يلو وعدهم هنا بلنقات بلنقات بينه وما يعيدهم الشيطان والشيطان كنا ما بلغ هذا إلا غرورا باطل موي إلهي سبحانه وتعالى مركي أو إبليس دارتي أو إلي إلهي وأن باديينا عرورت آدن أوردن عدي آدي قبت بايدن ما هاني إلهي سبحانه وتعالى وحوري إبليس بح وفصح أنت وقتك آد عطستين إلو قرسي ولو قرسينا أود آد رير بني آدم كواس واسدنا ولو يلا إلا آد قارتو إن آد هالبولياش ديق آدوغا سعطو عد الله لعدي أد لنسا كرتو مركا لنسا مركا سا إلهي وحو الشيخ سبحانه وتعالى قاببك أوح كل لنسا دو إبليسك مركا سا إلهي قاببك أسقابك أدونتو كل لميدتك عد الله لعدي أد لميدو أدقى يأيقبا نار تجهنما بلنكيون بيه إلهي مركا حولي واستفزيز كيعي وسنبرريحي واللومي من عد استطعت آد أودو ومنهم إلما آدم كميدا حاد كل لمينو تكو سنبرريحيني oo ku kicinaa oo ku cayriinaa oo ku arga kicine bi sawtika dhawaqaad ku qayli ku shanqar heesaha u shid iyo muustikooyinka u garaac iyo hadallada aan fiicneyn dhagaha u washub
waswaasi adigu haddaad ibliiska weyn tahay. Shayaatiinta bini aadamka iyo shaqaalaha bini aadamka kuu shaqeeyana hadallada ay fahmayaan ugu dhiib oo ama heesta ah ama muustikada ah ama baatilka ah ama waxyaabaha aan fiicneyn ka warramayo ugu dhiib ha ku lumiyeene. Wa ajlib qayli ibliisow calayhim dushooda waxaad kula qayridaa bikhaylika fardahaada iyo fardoolaydaada iyo warajilika iyo kuwa lugta ah oo lugeyna ciidamadaada kuwa lugta ah iyo kuwa fardoolayda oo gaadiidka saaran intaba ku kici kuwa dayuuradaha wata iyo maraakiibta iyo gawaarida dheerdheereeya iyo kuwa lugeyna oo ciidamadaada ka mid a intaba ilmo aadam korkooda kula qayli. Ibliisku marka wuxuu leeyahy ciidan fara badan iyo shaqaalo fara badan uu leeyahay. Ciidankaasu badna waa ka shaqeeyeen, berina waa ka shaqeeyeen. Ciidankaasu jinni iyo insi waa iskugu jiraan, rag iyo dumar waa iskugu jiraan, midab walba waa leeyihiin, qaarad walba waa joogaan ciidankaas. Gaadiidka qaar watay leeyihiin iyo qaar lugeyha oo bilaa gaadiid ah. Marka ama gaadiid ciidankaadu ha wateen ama ha lugeeyeene ilmo aadame ciddaa doonta kulumi. Washaarikum laana wadaag ilmo aadam oo kula shirkow fil amwaali xoolaha. Soo xoolaha ugula shirkoobaa dadka, wuxuu kula shirkoobaa dadka xoolaha. Xoolo walba oo dariiq xaraama lagu soo xareeyahay ibliisaa wax ku leh. Xoolo walba oo markay baxayaan dariiq aan sharci waafaqsanayn ku baxa ibliisaa shirka kula ah dadkaas. Wal awlaadi caruurtana kula shirkow. Oo shirkowga caruurta waa maxay? Waxaa ka mid ah ilmo in lagu dhalo dariiq aan sharci waafaqsanayn oo zina iyo wax lamid ah, ama ilmihii markii magac loo bixinayo loo baxsho magac aan sharciga waafaqsanayn, ama ilmihii jacaylkoodii lagu xadgudbo oo sharciga looga tallaabo, ama markii ugu yaraan gabadha loo tegayo ilmaha dhalaysa aan bisinka loo qaban ilmaha oon adkaarta gabadha loo qaban, ayadana waxaa laga yaabaa in shaydaan laftirkiisu wax ka adeegto. Washaarikum kula shirkow dadka iyo ilmo aadan fil amwaali xoolaha kula shirkow ibliisu iyo wal awlaadi caruurta wacidhum waxna u yaboh wax u ballanqaad, cimri dheer u ballanqaad, madaxtinimo ay gaarayaan u ballanqaad, adduunye fara badan ay helayaan u ballanqaad, qiyaamaha in ankee ilaahay uu iska badbaadi doono u cafi doono u ballanqaad, in loo ergey doono asnaamta iyo awliyada ilahay u ergey doonaan iyo wax lamidka u ballanqaad. Ilaahay marka wuxuu yidhi wamaa yaciiduhum ashaytaanu, shaydaanku ballanqaadi oo maayo dadka u ballanqaadi maayo ilaa quruuran baatil mooye, ballanqaadka shaydaanku baatil wey, wax jira ma. Ballanqaadyadaas tirada badan oo ibliisku u ballanqaadaana maalinta qiyaamo inaysan wax ka jirin waa uu sheegaho waa u caddaynaa, laakiin goormuu caddaynaa? Maalin xeera iyo fandhaal kala dhaceen uu caddaynaa, naarta jahannamo uu khudba la dhex istaaga. Markaasu wuxuu khudbaynaa dadkii ahlu naarka ayuu naarta kula jiri. Markaasu wuxuu leeyahay ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum fa akhlaftukum. Ilaahay subxaanahu watacaala ballan dhabahu idiin sheegay, anna ballan beenaan idiin qaaday, laakiin waa idinkaga baxay ballankii, waxba idinma galo maanta, laba qaawan isma qaadaana. Cid walba marka shaydaan u jeedaa dagaalka u dagaalamay iyo dhaarta u dhaarta iyo waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu shaydaan ku yiri iyo sida shaydaan sabarka ugu dhuuqsado sabarka ugu xirtay sidii uu annaga noo lulmi lahaa. colaad badanna waa noo qabaa, hooda kana culus uu noo qabaa. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ina shaytaana lakum caduwun fattakhiduuhu caduwa inama yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi saciir. Shaydaanku waa cadow idiin yahay, cadow ka dhigta. Sababta shaydaan oo u fidnoobana waxayba ahayd col iyo xasad uu xasdaayay iyo col u qabay annaga uu noo qabay. Annagu marka inaan taas dhiganno aan shaydaan maanta aan xoolaha raacsanno oo aan shaydaan guryaha uga tagano oo aan shaydaan isku dhiibno oon ballankii ilaahay diidno ballankii shaydaanka aan iska raacno iska hogaansannahay waa doqonnimo, waa cad u hogaansan. Ilaahay marka wuxuu yidhi ina cibaadii addoommadayda laysa laka adiga kuguma sugnaan in calayhim dushooda sulxaanun wax awoodi wakafaa birabbika rabbiga ayaa ku filan wakiilan xaal uu yahay mid wax xifdiyo wax ilaaliya. Ilaahay subxaanahu watacaala markii ibliis dhaarta kuna dhaartay inuu dadka luminaayo bani aadamka, ilaahayna uu yidhi waxaad qaba karta qabo, ayaa ilaahay gabagabadii qisada wuxuu sheegay ciddii ilaahay ugu talagalay inuu ilaaliyo oo xifdiyo oo ibliis ka xifdiyo inaan ibliis wuxuu ka qaadi karaan la arag. Cid saasana ilmo aadam waa ku jirtaa, laakiin aad ay u yartaa ciddaas, waana cidda ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaama uu jannada gelinayo. Dadkaas waxaa ka badan ilmo aadam inta ibliisku uu luminaayo. Maalinta qiyaamo markii dadka laysku keeno, ilaahay subxaanahu watacaala aadamu lahadlaho wuxuu leeyahay aadamow qaybtii ilmahaada naarta loogu talagalay
iyo hormadii naarta loogu talagalay ilmahaada ka soo goy. Markaasuu wuxuu leeyahay ilaahay waa intee? Markaasaa waxaa leeyahay kunkiiba 900 iyo 900 iyo 900 qofood oo ilmahaada ka mid ah waa ahlu naari naarta u soo dareeri. Kunkii ilma aadama hal xabbaa shaydaan ka badbaada. 900 iyo 900 iyo 900na shaydaana duufsanaho shaydaan xargiisay galay ahlu naarina noqayeen ilaahayna badbaadsi. إلهي مركو حيولي إني عبادي أدوما ديد يا مؤمنين تيد ليس لك أديك كو مسوناني إبليس وعليهم دوشو هذا سلطان وحو جاي وحا أود وتكل نصاته مليهيت أكتو دو قرك متشبه كرتيت وسواس كادو كوم اللومي كرتيت وحبك ما غادي كرتيت هذا مرك قار سنبير الرحيدانا وحي أغانا يان إن شايدان سنبير الرحي ويسو الله بانايا معنوه ماها إنو سو مرك قار قول كد ألين ماها معنوه ماها إني سدن بابين ويدن بابا يان من خلدان ما يان ومرك قار وضوف سنة لكن ويسو الله بناي آدم عليه السلام يا حوابا وسيدة نوع إماد دونتان أنا صومرت وكتشان هذا كسو ساري وسوى سوى سو ساري إلهي مركو حيري وكفى بربك ربك إياه وحكو فلين يهي وكيلا حقا قرقاريد ربك أكو فلان إلهي وحقو قرقارا وحفظين أيو إلا لنا ضدك وقو تلقى لي إنو مالين تقيامو كان هذا كو عمرو وإلما آدم كم إذا وحونا كإلا لنا وكحفظين إبليس كان دارتي يا شيطان كان درسي ما انت الكاس انه جوجو والله سبحانه وتعالى على وعلم وبالله التوفيق.